اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتاكيد هذه الفقره الحواريه اللي فيها تفاصيل مهمه جدا في الاحداث الساخنه اللي احنا شايفينها على الساحه الرياضيه، فقره الفار. نتابع معانا الفقره. فقره الفار زي ما اتفقنا من الاسبوع اللي فات هيكون فقره مختلفه في تفاصيلها وفي مضمونها. الفار النهارده على شاشه قناه الاهلي الهدف منه انه يبرز الحقيقه، الوضع اللي احنا فيه دلوقتي كمشاهد تحكيميه، ايه الصح وايه الغلط؟ كنا عايزين نسمع ونشوف هل في محادثه ولا مفيش محادثه، بس لما خرجت المحادثه تم نفيها وتقدم بلاغات. مش هنروح للشق الجنائي ولا الشق المتعلق بالتحقيقات، كل الثقه بالتاكيد لرجال التحقيق، واكيد هنتابع عن كسب خلال الفتره اللي جايه النتائج اللي هتظهر من خلال التحقيق اللي هيتم في هذا الشان. ولكن احنا النهارده هنتكلم تحكيم، هنتكلم على الفار، المحادثات هل ممكن تتسجل بموبايل جوه الغرفه؟ هل الغرفه فيها امكانيات تسمح ان حد يدخل بتليفونه ويسجل، ولا الهارد بيروح للجنه واللجنه هي اللي بتشتغل على ده؟ كل التفاصيل دي اكيد هنسمعها ونسال فيها خبراء التحكيم اللي معانا النهارده، وليهم باع طويل جدا في هذه الجزئيات، وهنرد كمان على اخبار كتيره بتتقال في هذا الشان، لان في النهايه هنا على شاشه الاهلي ومن خلال النادي الاهلي المطلب الرئيسي في هذا المشهد وفي هذه المنظومه لابد أن تحدث فيها تطوير كبير جدا بالاستعانة بخبراء أجانب، وأكيد كلنا رايحين للسكة دي نتيجة المهازل اللي احنا شايفينها سواء في اتحاد الكورة أو حتى في لجنة الحكام. في البداية بالتأكيد برحب بالخبير التحكيمي الكابتن ناصر عباس. كابتن ناصر منور الدنيا. تحياتي لك يا محمد، وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي، وبرحب بيك ويا رب وفقنا النهاردة نعمل حلقة كويسة. برحب طبعا بالكابتن تحسين ابو السادات، ان شاء الله ربنا يوفقه باذن الله ونعمل طيب. حاجه كويسه يا كابتن محمد، سيب لي بقى فرصه ارحب. طيب خد القرار على طول وصفر. بالتاكيد برضه معانا النهارده واحد من الحكام الدوليين المساعدين اللي كانوا موجودين في طواقم تحكيم واداره مباريات كبيره في فترات طويله جدا، دي للمره الثانيه معانا على شاشه قناه الاهلي، ووجوده اكيد هيكون مهم جدا لان عنده خبرات وكان تواجد قبل كده في حالات تحكيميه حصلت فيها مشاكل في تقنيه الفار. كابتن تحسين ابو السادات منور الدنيا واهلا بيك على شاشه قناه الاهلي. منور بوجودك يا استاذ محمد، وشرف لي ان انا موجود معاكم النهارده، وان شاء الله نقدر نقدم للمشاهدين او نوضح لهم الصوره الضبابيه اللي الناس مختلفه عليها، نقدر نوضح لهم البروتوكول و وايه اللي وصلنا للي احنا وصلنا له في مجال التحكيم، والطريق اللي احنا دخلنا فيه او النفق اللي احنا المظلم اللي احنا دخلنا فيه، نقدر ان شاء الله نوضح لهم الاسباب ايه اللي ادت لكده. طيب كابتن ناصر اسمح لي، عايز ابدا بكابتن تحسين لان عندي ليه كذا سؤال. كابتن تحسين، انت كنت على اعتاب الانضمام للجنه الحكام الحاليه، ما اسباب عدم تواجدك او من رشحك ومن اعترض على تواجدك؟ انا ما تبلغتش رسمي ان انا مترشح، وما كنتش اعرف اللي في الكواليس، ولا اعرف من اعترض ولا من كان مؤيد. ولكن الخبر ده لسه بسمعه من حضرتك دلوقتي. طب انا كانت عندي معلومه ان تم ترشيح الكابتن تحسين ابو السادات، واحد اعضاء اللجنه رفض وجوده، وبالتالي حصل تغييرات داخل اللجنه، ناس دخلت ناس خرجت، لا اتفقوا على وجود الثلاثه. المشهد كان مختلف يا كابتن نصر. هنكمل مع تحسين ولا نبدا جديد؟ لا بسالك بقى على الجزئيه دي، تشكيل اللجنه كانت فيه كواليس، وانا فاجئت دلوقتي الكابتن طيب. تحسين بالجزئيه دي. كابتن محمد، احنا من 18/10 واحنا بنتكلم في قصه ان لجنه الحكام عندها مشاكل. سريعا كده بنتكلم ان محمد فاروق، بس انا عاوز اقول حاجه، يا ريت مسؤولي اتحاد الكره النهارده يكون بيتفرجوا علينا ويشوفونا. انا اتمنى النهارده ان الناس تشوفنا النهارده وتشوف هنقول ايه. احنا مش معه ولا ضد، بس عاوزين نقول تطوير التحكيم يبدا بيتابعوا وبيتفرجوا، ما تقلقش طبعا. يعني اكيد انا بقول بس نتمنى في قرار. محمد فاروق بعد ما بريرا مشي، الراجل راح لاستاذ جمال علام قال له انا كان معايا ثلاثه كانوا موجودين مشيوا، كان احمد ساهر، احمد الجرحي، سعد غفار، دول ثلاثه. فمن فضلك انا عاوز اشكل لجنه الحكام عشان هبدا موسم جديد، فضلك وافق لي على تشكيل لجنه الحكام وحط لنا تشكيل اللجنه وانا ابقى مسؤول رسمي عن لجنه الحكام. قال له محمد احنا فضلنا شهر، اشتغل بالناس اللي معاك، خلي بالك من النقطه دي مهمه قوي لان دي سبب المشاكل يا محمد. تمام، ابتدي اشتغل بالناس اللي معاك، واحنا فضلنا شهر ويجي رئيس الاتحاد الجديد يبقى يشوف هيعمل ايه. محمد قال له انا عندي ملفات كتيره جدا، وانا مفترض ان انا اشتغل مع الناس. المهم الكلام ده اتخذ ثلاث مرات، بدليل محمد قبل ما يروح السوبر قال انا لو ما توافقش على طلباتي هرجع من السوبر وهقدم استقالتي. اوكي، كان من ضمن الناس اللي معروضين كان تحسين ابو السادات بالظبط، كان ايمن دجيش بالظبط، سيد مراد، كان احمد الجرحي، وكان سعد غفار. كل الكلام ده اترفض.
وفضلت اللجنه لاخر لحظه لما حصلت مشكله استقالة ابراهيم ورجوعه، وافقوا على رجوع سيد مراد مع احترامي طبعا الالقاب ومع سعيد ابو وفاء، فقط لا غير، فقط لا غير، ده اللي حصل. ولكن انا بتكلم يا كابتن محمد على المشكله. لو انت حضرتك تفتكر المشكله بدات ازاي؟ بدات من اول ما بدات ان اتحاد افريقيا عمل معسكر للفار، المفترض هو طلب حكام النخبه عشان يروحوا المعسكر. اللي حصل كالاتي، اتبعت حكام مع احترامي لهم كلهم مش حكام نخبه. ولما اتسال في اتحاد الكره الناس دي مين اللي بعت، كل واحد قال لك مش انا، لدرجه ان في اعضاء لجنه مش عارفين الجواب ده جه امتى، والناس دي ترشحت امتى، والناس دي راحت امتى، وعلى اساس راحوا. وحصل تحقيق في القصه والامور عدت، دي اول حاجه. تاني حاجه نروح لموضوع القائمه الدوليه. القائمه الدوليه بنتكلم على عضو حط قائمه وعضو تاني جه تاني وحط قائمه دولية. دي كلها خلي بالك عايز تقول دي مقدمات اللي احنا فيه، ده اسباب اللي احنا بنوصل له. انا بسال سؤال، اتحاد الكره فين واحنا عندك جرس انذار 1-2 حصلت كذا مره بالظبط كده. دي كانت تاني حاجه. حصلت مشكله محمد عادل جه تاني يوم، وانت عارف القصه، يوم كامل شيل ده وهات ده ورجع ده، بقت قصه كبيره جدا. هنا بقى في تحدي، تحدي مين بقى في عند النهارده بنتكلم على لجنه حكام كانت محمد، لجنه حكام زيها زي الحكام في الميدان، 4 على ارض الميدان 2 في الفوار. لو السته مش على قلب ورجل واحد وبيخافوا على بعض الماتش هيفشل. بنيجي نتكلم على لجنه الحكام، حكم بيطلع في الفضائيه او بيطلع على قناه وبيقول كلام، حكم تاني بيطلع بيقول كلام، حكام بتطلع، دي كانت جزر يعني جرس انذار، جرس انذار لاتحاد الكوره ما خدش قرارات. بيجي النهارده محمد بيطلع يقول كلام، ابراهيم بيقول كلام، الدنيا مش متظبط. دي كلها امور. تعالى بقول لك على المفاجاه اللي جايه. موضوع محمد عادل وهو المعسكر الاول، انت اخترت، انا بكلمك على العداله، اخترت جميع حكام الدوليين ومساعدين في المعسكر الاولاني في الفوج الاول، الفوج الاول هو ما اتخدش، هو كان عامل حسابه يروح لهذا الفوج، ما راحش. محمد عادل ما لعبش ولا مباراه، ولا مباراه في دوري المحترفين اللي هي المباراه التحضيريه ليه لدوري ممتاز، ما لعبش ولا مباراه. محمد عادل ما راحش السوبر، خلي بالك دي كام حاجه، ثلاث حاجات، كل دي مؤشرات. محمد عادل جه في اتحاد الكره قعد يوم كامل عشان موضوع القائمه الدوليه. محمد عادل جاله ماتش بالاسم في الاردن اترفض، وده احنا انفرضنا بيه الاسبوع اللي فات، واحنا قلنا الاسبوع اللي فات مع حضرتك. شوف كل دي حاجات بتتعمل. تعال بقى نشوف المجاملات اللي حصلت، وما زال اتحاد الكره بعيد تماما. طب انا بتكلم على برضه الطرف الثاني يقول لك ايه، انا كل ده حصل بس برضه حطيته في اول مباراه في الدوري، انا لو ضده مش هحطه اول مباراه، انا برضه لازم اكون موجود للطرف الاخر. انا جاي لك يا كابتن، انا جاي لك في المعسكر اللي حصل. هنتكلم عن ايه تطوير يا جماعه، انتوا عاملين تقولوا تطوير تطوير تطوير، انتوا شفتوا التطوير؟ طيب هل ينفع النهارده معسكر تحضير يا كابتن محمد بيتعمل من 3 ايام، يومين بس، ايه اللي حصل فيه؟ مفيش ولا تدريب على الفار اتعمل، ولا تدريب. انت بتتكلم الكلام ده حصل بعد كده، بعدها باسبوع راحوا لمعدات الاتحاد الافريقي وانت عارف القصه، وعملوا استاذنوا الكاف وخدوا القاعه والمعدات. ولكن لما نتكلم على معسكر تحضير يا جماعه لدوري مصري كبير جدا جدا، انديه كبيره وبتنافس، انديه بتاخد بطولات في افريقيا، خلي بالك لو انت مسؤول مش حاسس بالمسؤوليه سيب اللجنه وامشي. بالمناسبه كمان مش قصه عادل بس، ده حتى محمد سلامه ميدو ما كانش في الفوج الاول وراح اخر 4 ساعات في الفوج الثاني. هقول لك على المفاجاه بقى، المعسكر اللي فوق الثاني، هل من المعقول يا 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 مسؤول بتاع الحكام يا بتاع التطوير، هل معقول ان الحكام تنزل في تدريب عملي بالزي العادي يقفوا؟ زي ايه؟ دي جديده، بالزي العادي مثلا زي اللبس قميص الخروج العادي؟ لبس الخروج عادي، يقفوا في الملعب وتشرح لهم العملي. ده ما حصلش، ده اول مره اشوفه. ما لبسوش لبس التحكيم او لبس الرياضي؟ لا مفيش، الفوج الثاني حصل الكلام ده، وانا بكلمك على اللي حصل. فين التطوير؟ طيب سؤال بس من النبي عشان خاطري، انا عايز اروح بس لكابتن تحسين في جزئيه مهمه جدا. لو هتختم بالسؤال سريعا، السؤال نيجي بقى للمجاملات وسريعا. انا النهارده بتكلم على ايقاف حكم امين عمر. امين عمر اتوقف في الموسم اللي فات من الجوله الثانيه للجوله السادسه، ليه؟ كان عنده مشكله في ماتش. لما اجي النهارده انا لاعب حكم اخطا في مباراه الاعبه في اول جوله، لما اجي النهارده لاعب 3 حكام راسبين في الورنر، والناس الثانيه اللي نجحت وتعبت وشيت قاعده في البيت بتتفرج، هي دي عداله؟ كابتن محمد لما اطلب الحكام العداله لابد انا كرئيس لجنه او كمسؤول لابد ان انا انفذ العداله بين حكامي. طيب اروح بقى للكابتن تحسين ابو السادات في جزئيه مهمه جدا ليها علاقه بالفار، ونستفيد بخبرته اللي كان متواجد قبل كده في كذا مباراه وحصل فيها حالات فار، واحنا في شهر رمضان اللي فات يعني اتكلمنا في قصه كده، كانت مباراه بتتلعب في السويس وهو حتى يعني ايه رمى القنبله، وفي الاخر عرفنا المباراه دي الاهلي خسرها ليه. كابتن تحسين، تقنيه الفار، اولا هل يجوز ان حد يخش عربيه الفار مع التليفون الموبايل؟ لا طبعا ممنوع.
ولو حتى معاهم الموبايل ما عندوش التقنيه ان ياخد معلومات من عربيه الفار او طب. ياخد اي داتا من عربيه الفار. طب كويس، الحته دي كويسه قوي، يعني الحكم او الاوبريتور اللي داخل العربيه صعب يستخدم الموبايل جوه العربيه. انا بتكلم على الحكام. الحكام خلينا بس في الستة الحكام، أوكي. الست حكام اللي موجودين في المباراة ما يقدروش ولا معاهم أي تقنية إن ياخدوا أي حاجة من المباراة. خالص. خالص. طيب، محادثة الفار اللي شغالة أثناء المباراة ما بين حكم الملعب وحكم تقنية الفار. بيسمع فقط. هل الصوت، عشان بس أوصل للناس الجزئيات دي، هل الصوت اللي في العربية ما بين حكم الملعب وحكم الفار مسمع في العربية والأوبريتر سامعه لو مش معاه السماعة في ودنه وحاطط التليفون قدامه؟ الستة اللي سامعين دايرة مغلقة بين الست حكام والأوبريتور فقط. دايرة مغلقة. دايرة مغلقة. يعني إيه دايرة مغلقة؟ يعني مفيش حد بيسمع إلا هم. يعني حتى لو أنا في العربية داخل أقف وسطيهم مثلا؟ لا، مش هتسمع الصوت غير في السماعة. لازم أركب السماعة. لازم تركب السماعة عشان تسمع. أوكي، إحنا بس بنركز في تفاصيل لأن الكابتن تحسين حكم دولي ودخل تقنية الفار واشتغل، ففي الحاجات اللي زي دي مهم جدا نعرف الجزئيات التقنية دي. وإحنا بنتناقش الاتنين بس اللي عندهم القرار هم اللي بيتكلموا والكل بيسمع. يعني احنا دلوقتي بيسمع من خلال السماعه. من خلال السماعه، يعني دلوقتي محمد عادل وميدو سلامه بيراجعوا اللعبه. اوكي. هو كلام الحوار بين محمد عادل وميدو سلامه فقط. ما يبقاش في اللونج جوه العربيه مسموع. ما يبقاش، لا، اللي معاه السماعه بس اللي سامع. اللي معاه اي السماعة. حد خارج الدايره بتاعتنا ما بيسمعش. طيب، بعد الماتش ما بيخلص، وانت اشتغلت قبل كده ممكن ايه فار في بعض المباريات. بعد المباراه ما بتخلص، الهارد المتعلق بالمحادثات بينتقل ازاي؟ الهارد ده من الشركه للجنه. أو الاتحاد المنوط بيه هو مين اللي بيستلم، إحنا ما نعرفش. الاتحاد واللجنة عارفين مين اللي بيتروح له الحاجة دي أو الهارد ده بيروح لمين. عشان بعد كده بتقطع الحالات وأنت بتشرح للحكام، بتقطع الحالة كل حالة على حدة، مين بقى اللي راح له، مين لو ده التسريب ده تم. أنا بنقول للناس عشان نوضح الصورة كاملة، الحكام ما فيش معاهم داتا، ما فيش معاهم هارد. الهارد بيتنقل من الشركة للاتحاد الكورة أو لجنة الحكام على حسب مين المخصص اللي بيستلم الحاجة دي. طيب، هل الأوبريتور اللي موجود في عربية الفار ليه دور في نقل الحاجات دي؟ الشركة بقى إحنا ما نعرفش مين من الشركة اللي بينقل الحاجة دي أو بيوديها للاتحاد الكورة. الشركة محددة أكيد، وليكن مثلا الكابتن ناصر مثلا مندوب الشركة، وفي مندوب في الاتحاد بيستلم الحاجة دي. من المندوب ده للمندوب ده فقط لغير الحكام ملهاش دخل بالقصة. بتتنقل خلال فترة زمنية قد إيه؟ على حسب ما هم عاملين معاهم في العاده. احنا مثلا في نهايه الاسبوع او كل يوم او كل مباراتين، على حسب ما هم البروتوكول بينهم تمام ازاي. يعني متاح ممكن بعد المباراه تتنقل لو انت متفق عادي، لو هو متفق معاه كده. لو انا متفق معاه ان انا قبل الديبريفنج بروح خلاص، لو انا قبل الاجتماع الفني بتاعي بروح انقل قبل الاجتماع، لو انا بعد كل مباراه بعد كل مباراه، على حسب ما هو متفق معاه. هل ممكن لعبه في محادثه فار بتخلص في 30 ثانيه ولا على الاقل بتاخد لها فتره زمنيه من 3 ل 4 دقائق؟ على حسب اللعبه، على حسب اللعبه هو بيراجع ايه في اللعبه. ممكن لعبه تخلص في 30 ثانيه، ممكن تخلص في 50، ممكن تقعد 5 دقائق. في الدوري الانجليزي قعدت 3 دقائق. قعدت 3 دقائق. عادي، ما على حسب اللعبه انت صعوبه اللعبه ايه. طب سؤال كابتن نصر، هو الايفاب بيبقى سامع المحادثات دي ولا لازم تتبعت له؟ لان النهارده انا بس هكمل الجزئيه دي، احد اعضاء لجنه الحكام صرح بدون ذكر اسمه يعني في احدى الاذاعات نقلا عن الزميل كريم رمزي، وقال ان الايفاب او الاتحاد الدولي مراقب ومشرف على كل المحادثات وكانه مثلا بيبقى شايف وسامع. هل ده حقيقي ولا ازاي؟ طيب، الموضوع سهل يا كابتن محمد قوي، احنا بقى لنا 4 سنين بنطبق الفار. هل في ال4 سنين في حاله طلعت سربت؟ لا، ما حصلش. طيب، ايام جلاتن بيرج، واحكي لك سريعا كان بيعمل ايه. كان بيجي له الهارد بيجي بيعمل ايه؟ هو بياخد الحالات الجدليه فقط اللي هي عليها مشاكل، وبيبتدي مع الاي تي بيطلعها للاتحاد على موقع اتحاد الكره، والناس كلها بتشوف. ده المنوط المسؤول عن ان هو يخرج تحسين، هو مسؤول رئيس لجنه الحكام او مسؤول الفار. تمام. اذا ما عندناش مشكله خالص في ال4 سنين ما حصلش الكلام ده كابتن محمد. طيب، النهارده الايفاب لابد ان هو يبقى متابع جدا ليه. انت النهارده بتشتغل في تقنيه الفار، الاتحاد الدولي بيحاول دايما يعليها ويعلي من قدرها في الدول اللي بتنفذ الفار، فبالتالي لازم يبقى يكون رقيب، لان ممكن تبقى انت بتطبق غلط. لا، لازم النهارده حد الاي فاب لازم يتابعك كويس قوي، وساعات الحالات بتروح له بيشوف. لكن والحاله شغاله مفيش جهه او فكره ان يكون في تواصل مع الفاب. لا طبعا، لا بيكون في حاله جدليه بتتبعت للاي فاب او هو يطلبها.
نعم، او هو يطلبها او الايفاب يطلبها بالظبط كده. انما الايفاب بيشوف شغلك خلي بالك وبيديك تقدير عليه بعد كده، بيديك انت هل انت اشتغلت بشكل صحيح ولا لا. طب تتوقع بعد اللي حصل في محادثه الفار والكلام اللي حصل في الميديا اليومين اللي فاتوا، الايفاب ممكن يتدخل في الوقائع دي؟ اكيد يا كابتن، يعني انت النهارده الايفاب مديك التقنيه تستخدمها باستخدام صحيح. صح، استخدام صحيح. صحيح ليه؟ صحيح لانك انت النهارده من خلال هذه التقنيه انت النهارده بتحقق العداله التحكيميه. زي ما قلت لك ممنوع خروج تسريبات المحادثات ما بين الحكم وحكم الفار، ممنوع تماما الا من خلال موقع اتحاد الكوره، وده اللي كان بيحصل ايام جلاتنبرج، وده اللي عمله هارت ويب في الاتحاد الانجليزي بالظبط. يعني لما نشر المحادثه بتاعت ماتش ليفربول ومانشستر سيتي هارت ويب. كابتن انا بحيي ليه يا كابتن، هو كان رئيس الاتحاد الانجليزي وعنده قناه وعنده شفافيه. في خطا حصل وده اللي احنا بنتكلم فيه، في خطا تحكيمي حصل سواء من الفار او من الحكم، اطلع قول بكل شفافيه الخطا عند مين. وجلاتنبرج كان بيعمل كده، احنا ما جبناش جديد يا كابتن محمد، ولكن احنا اول مره في حياتنا نشوف مكالمه او تسريب فار بيطلع لي بره، وبنتكلم النهارده هل هو صح هل هو مش صح. طبعا الجهات اللي هي التحقيق هي هتقول الكلام ده، ولكن بنتكلم النهارده على هزه التحكيم. النهارده بكره عندنا دوري كابتن، في هزه التحكيم هتحصل بكره. النهارده حكام الفار بكره على ضغوط كبيره جدا جدا ان هو يتكلم مع الحكم، ايه اللي هيحصل، حد هيطلع الكلام اللي هو قاله ولا حد هينشره. فانت النهارده هزيت هزه تحكيم كبيره جدا 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 يا كابتن محمد. وده بنقول ايه؟ في البدايه قلنا عدم تنظيم اللجنه في شغلها، عدم تحقيق العداله ما بين الحكام. طيب اروح برضو للجزئيات اللي فيها تفاصيل خبريه للمشاهد. هل المحادثات بتاعت الفار في الغرفه او في العربيه، انا كواحد اوبريتور او كحكم داخل فار او اي فار ممكن ادخل بتليفون؟ لا ممنوع. انا بس كابتن ناصر برضو اشوف وجهه نظره في الجزئيه دي. شوف يا كابتن، ما هو لو دخل تليفون انا ممكن حكم يخش بتليفون ويقفله عادي، مفيش مشكله. بس انا بقول لك كابتن الاجراءات اللي بتتم. كابتن محمد تاني، الشركه المسؤوله عن الفار الاجراءات على مدار 4 سنين بتاخد الهارد بعد المباراه بيسلمه للجنه الحكام. إذا الحكام هنا مالهاش دخل، أنا بكلمك ده البروتوكول ما بين شركة الفار ولجنة الحكام. اتفضل أدي المباراة، ممكن المباراة خلي بالك نجم الحكام ما تطلبهاش. مفيش فيها حالات. ولكن الهارد اللي فيه حالات جدلية وفيه حاجات ما بين الحكم والفار لازم تتراجع. تتراجع ليه؟ لأن لجنة الحكام عايزة تشوف مين صح ومين غلط. وبالتالي عشان تيجي في الاجتماع الفني تحلل الحالات التحكيمية تقول محمد سعيد كحكم فار استدعاءه كان صحيح. محمد سعيد استدعاءه كان غلط. ناصر عباس لما راح لمحمد سعيد عشان يشوف الحاله رجع بقرار خاطئ. هنا بيدي في التقييم درجه. هل الفار ساعه صح بيديك درجه، هل ناصر عباس راح نفذ غلط بيديك درجه اقل. ده المنوط بان ابعت الهارد للجنه الحكام، ده المنوط ليه عشان يستخدم في شغل وتطوير لجنه الحكام. كابتن محمد، طيب كابتن تحسين ارجع لك تاني، المباراه اتلعبت مثلا سي يوم السبت، تمام، الكلام والتسريب طلع اتقال يوم الاحد، الاجتماع الفني اتعمل يوم الاثنين. هنا كأنت راجل حكم وعندك خبرات في الجزئية دي، لجنة الحكام دورها ايه في الملف زي ده؟ والمفروض كان تتخذ قرارات ايه في القضية دي؟ لو التسريب ده صحيح، انا عرفت ان لجنة، وكلنا عرفنا ان لجنة الحكام حولت طقم الحكام للتحقيق. اوكي، بيتحققوا عشان ايه؟ لا هو كابتن بس بعد اذنك، هو مش كان تحقيق، هو جلسة استماع. جلسة استماع مسميات جلسة استماع لمحمد عادل. ماشي، لا لكل الطقم، سمعوا الناس. اوكي، جلسة الاستماع ده عشان ايه؟ عشان يشوف انت قلت ايه او انت اتكلمت مع مين. او طب هو لما طلع التسريب دلوقتي مكالمه صوتيه، لو التسريب ده صحيح كارثه. لو ده صحيح، لو التسريب ده اللي تم في الغرفه فعلا، فدي كارثه. مين بقى يدفع او مين يتحمل مسؤوليه الكارثه اللي حصلت؟ احنا قلنا دلوقتي ان الشركه من الشركه للاتحاد. طب دلوقتي لما انت حققت مع الحكام وانت متاكد 100% ان الحكام مش هتطلع تسريب، طيب بص انا عايز فايه نتيجه التحقيق تكمل. لحظه بس، عشان معانا على الشاشه خبر على القاهره 24، نص اقوال الحكم الدولي محمد عادل امام جهه التحقيق. ده خاص للقاهره 24، ده لسه نازل حالا يا جماعه صح؟ التسجيل الذي تمت اذاعته مفبرك تماما وليس صوتي. برنامج الكره مع فايق شكك في ذمتي وشهر بي ونشر كلاما عكس التسريب. البرنامج اتهمني بانني تعمدت منح الفوز للزمالك امام البنك الاهلي. انا عايز اوصل عند الجمله الاخيره، يعني قصه ضربه الجزاء ومش ضربه جزاء، يعني انتوا شايفين تعليقكم على الكلام ده ايه؟ طيب هو ممكن دلوقتي اتحاد الكوره او لجنه الحكام تنزل على موقع الاتحاد نص المحادثه؟ وعلى فكره ده مش ممنوع.
انا لسه مديين مثال للاتحاد يعني إيه؟ يعني ده مش لا ما ماركي كان عندنا بيذيع المحادثات ماركي عمل كده كان على موقع الاتحاد هل احنا عندنا دلوقتي نقدر نقطع الشك باليقين ونذيع المحادثه دي؟ ما ده السؤال انا سالته فين الاتحاد وفين اللجنه؟ ما هو احنا عاوزين تحقيق كامل غير منقوص شامل للواقعه كلها على بعضها. انت يا جماعه نص المحادثه اهو للراي العام لان دلوقتي احنا خلينا مقتنعين ان احنا بقينا في قضيه راي عام. ده حقيقي. وبقينا النهارده حاجه بتضر صناعه كره القدم في مصر. وحاجه بتهدد اهم مسابقه عندك مسابقه الدوري الممتاز. وناس وفرق دافعه وانديه صارفه وانت النهارده العنصر الاساسي هو التحكيم. انا النهارده بضر بالتحكيم بان انا مش عاوز ازيع المحادثه، ما تزيع المحادثه. ايه المشكله ان انا ازيع المحادثه؟ ما ماركي كان بيزيعها واحنا كلنا مقتنعين اذاعتها ما فيش فيها مخالفه. طلع لنا المحادثه الاصليه. اكيد وعند الاتحاد عنده وعند الهرد وعند اللجنه وعند الاتحاد وعنده الهرد ما تذيع المحادثه الاصليه وقارن بين الاثنين. طب حصل ولا ما حصلش؟ طب كابتن ناصر الجمله الاخيره اللي قالها محمد عادل في تصريحات للقرار 24 واحنا شفناها من شويه وبيقول لك صيغه اذاعه التسريب في حد ذاتها وكاني انا مثلا ليا قناعات ان هي مش ضربه جزاء وحسبتها ضربه جزاء. من اللي انت سمعته شايف ايه؟ شوف يا كابتن محمد هما قالوا ان محمد راح خلينا نتكلم بقى بصراحه راح لمحمد ميدو قال له العباره الشهيره دي الكره رده من الارض لايد اللاعب معنى كده ان هنا مفيش مخالفه. طب السؤال هو محمد عادل لما راح لميدو قال له انت عندك حق دي ركله دي مش ركله جزاء يعني قال له لا دي مش ركله جزاء قرار واضح ورجع حسب ركله جزاء. ده السؤال يعني انا رحت للفار انا ناصر عباس رحت للفار قلت له الله يا ميدو دي مفيش فيها ركله جزاء خالص لان اعتبارات لمسه اليد كانت محمد موجوده فبقول له اعتباراتي كذا او كذا وكذا خلاص يا ميدو انا مش هحسب ركله جزاء. لو قال له الكلام ده وطلع فيه التسريب ان انا قلت للحكم الفار ان انا مش مقتنع نتيجه الاعتبارات اللي انا مقتنع بيها ورجعت انا هقول لك معلومه معلومه وانا معلومه واثق منها بنسبه 100% حكم المباراه ما اداش قرار لحكم الفار مخالفه للبروتوكول على فكره ما انت ما تصبرش عليا صح ما تصبرش عليا لازم يدي قرار هقول لك بص يا كابتن ايه هو البروتوكول انا حكم المباراه واحده واحده وانت محمد انت حكم الفار احتماليه ركله جزاء انا ما حسبتهاش في الكوميونيكيشن بتقول لي يا ناصر في احتماليه ركله جزاء من فضلك اقرب توقف وقف او لما الكره تخرج تعالي لي فبتناقش معاك اقول لك انا في الملعب شفتها يا محمد شفتها 1 2 3 تقول لي لا تعالى شوفها لان في جديد في اللعب يعني الصوره اللي انت شفتها في الملعب مغايره على اللي انا عندي على الفار تمام فتعالى تعالى ناصر عباس شوف الحاله بعينيك انا بروح اقول لك اديني الزاويه دي واديني الزاويه دي وبشوف الزوايا انا بقتنع بانك انت جبتني صح وبالتالي برجع اقول لك يا محمد شكرا فعلا انت جبتني والقرار الصحيح انا هحسب لك لازم اقول لازم يقول كده لازم اقول لك لازم اقول للفار قبل ما يغادر الشاشه قبل ما يغادر الشاشه واروح للملعب لازم اديله القرار استئناف اقول لك محمد انا خلاص مقتنع فعلا ركله جزاء برجع احسب ركله. طب اللي احنا سمعناه يخرب بيتك يا ميدو مثلا يعني اللي اتقال يا ابني دي جايه من الارض لايده ده مش ده قرار دي مناقشه دي مناقشه دي مناقشه ليه بص يا كابتن في احنا بس بنشرح للناس التفاصيل عشان الناس تبقى عارفه يا جماعه في فرق يا محمد انا لما اقول فعلا ميدو انا غلطان في الملعب انا هرجع احسب ركله جزاء رجع محمد عادل ما حسبش خد القرار اللي هو خده الاول او العكس يا ميدو لا يا ميدو انا فعلا مش مقتنع ان ركله جزاء خالص لان انا معاييري يا محمد معاييري ان الكره في وضع اليد في اللعبه ديت لاعب حركه جسم اللاعب في الايد انا بقول اللاعب يمشي مفيش فيها لو محمد النهارده عادل قال له لا مفيش فيها ابدا ركله جزاء ده ما حصلش في الفيديو وانا قراري صح تمام ورجع حسب ركله جزاء لا هنا في مشكله هو بس معايا انت واصله ولا مش واصله يا محمد كابتن نصر انا المفترض يروح للفار اشوف بعينيا لابد وقبل ما اطلع من عند الفار اقول له انا هحسب كذا لازم يقول له القرار اوضح لازم. ده يا كابتن انا محمد اسمع تحسين طفل لما محمد رجع راح على الملعب على طول اوضح دي بعد اذن حضرتك اتفضل يا كابتن هو برضه اعتراض محمد او اعتراضنا كلنا ان الفويس او التسجيل اللي ظهر مقطوع منه جزء انت حاسس ان الكلام نفسه مش لا مش راكب مع بعض هو دلوقتي انا بتناقش لان الحاله دي فيها حالتين لمسه يد
فحالتين حالتين لمسه يد. مش اللي تردت من الارض لا في واحده قبلها كمان. واحدة. محمد بيتكلم على اللي من الارض لايده. انت اتكلمت مع كابتن محمد عادل؟ لا انا بتكلم اللي انا سمعته. انا سمعت انا كمان. هو بيتكلم دلوقتي اللي قص من اول محمد مش مقتنع بالثانيه. ممكن يكون مقتنع بالاولاني. حضرتك دلوقتي هو بيدي اعتبارات دلوقتي على لمسه اليد الثانيه. تمام. ان هي جايه من الارض، الايد مبرره، اذا مفيش مخالفه. في لمسه قطع هنا، التسجيل قطع هنا. هنا دلوقتي احنا لسه ما كملناش مراجعه الحاله كامله. انا برجع للحاله اللي قبليها. في حاله بس لازم الحكم يدي قراره قبل ما غادر الشاشه. خلاص انا هرجع دلوقتي بركله الجزاء. اعتباراتها 1 2 3 دي كده تعتبر يعني دي الصوره. محمد اتفضلوا. هقول لك يا محمد اتفضل. مش احنا اتفقنا ان محادثات الحكم والفار الايفاب بيشوفها وبيسمعها، لجنه الحكام لازم تشوف وتقول الحكم وهو مشي. طب الصوره اللي قدامنا دي ايه؟ طب الصوره اللي قدامنا دي ايه؟ لمسه اليد الاولى ولا دي الثانيه؟ دي الثانيه. دي الثانيه. دي لمسه اليد الثانيه. دي الثانيه. ايوه. في لمسه يد قبل دي. انتوا عندكم قناعات او من خلال تواصلكم مع الكابتن عادل هو حاسب على الاولى؟ احنا دلوقتي الحاله ما كملتش. انا عندي قناعات ان هو حاسب على الاولى. واولا الاولى والثانيه ما فيش فيها مخالفه. احنا خلينا بقى القرار. لا ده جزء تحكيمي ثاني. احنا دلوقتي في انا عندي دلوقتي مبررات ان هو حاسب على الاولى. بس مش معنى كده ان انا مقتنع بالقرار. قصه بقى صح القرار او غلط دي قصه ثانيه. بس انت عندك مبررات ان هو حاسب على الاولى بدليل ان التسجيل ما كملش لمراجعه اللعبه الثانيه الاولى. هو جاب من الاخر. كابتن ناصر بمناسبه في نفس السياق النهارده في بطوله الكاس العالم كابتن الحكم بيروح للفار بيقول له انا هحسب كذا وبيرجع في الملعب. في الملعب يا جماعه الدنيا سهله. بيرجع للجماهير صح ويشرح القرار. الدنيا جميله جدا صح. بس قبل ما اشرح للجماهير لازم الحكم يعرف انا خدت قرار ايه. ده في البروتوكول. ليه لان انا كلجنه الحكام الاتحاد الانجليزي او الاتحاد المصري بتيجي تقول فعلا هو اقتنع بكلام الفار وخد بقراره، وبالتالي كل ده المحادثات دي متسجله عشان نشوف مين صح ومين غلط. الموضوع سهل. احنا دلوقتي برضو امام حاله سريعه عشان اطلع مصر. الحاله دي بتشكك او بتقلل او بتضعف التحكيم المصري. احنا عايزين نعرف مين المتسبب في اللغط اللي احنا وصلنا ليه. لا ما هو بص احنا عايزين نعرف حاجتين. القرار كان بناء على ايه عشان نعرف هل القناعات اتغيرت باحتساب ركله جزاء ولا لا. ده جزئيه مهمه جدا على فكره. والحاجه الثانيه قصه بقى ده طلعت ازاي. ده يخص جهات التحقيق واكيد لا نتدخل في هذه الجزئيات. وهنعرف اكيد في الايام اللي جايه نتيجه ان في بلاغات النهارده رسميا. هنعرف بقى بعدها جهات التحقيق هتستدعي مين وتحقق وتشوف كل التفاصيل دي. لسه الحوار مستمر ولسه عندي تفاصيل تانية ولسه عندي مناقشات في قرارات ومواقف تم إعلانها بالأمس. كل ده ولكن بعد الفصل. طيب دلوقتي عندنا سؤال مهم. بكرة انطلاق مباريات الأسبوع الثاني للدوري العام في ظل اللغط اللي موجود ده. كابتن تحسين أبو السادات في ظل اللغط اللي موجود ده الحكام بكرة هتنزل الملعب تحكم ازاي في ظل ان في لجنة لا خدرت قرار ولا قالت موقفها ولا ثبتت صحة اللي بيحصل ده صح ولا غلط. رأيك ايه؟ كنا منتظرين قرار سريع من اللجنة لتوضيح للرأي العام او مؤتمر صحفي. يعني الناس يعني مش عارف الناس دي فين خلاص. ولكن مفروض ان فيه قرار استباقي بقى من اتحاد الكوره دلوقتي حالا باقاله اللجنه بجميع افرادها. اقاله لجنه الحكام. اقاله لجنه الحكام وتعيين لجنه انقاذ الدوري. لجنه حكام لانقاذ الدوري. الدوري المصري الدوري المصري في خطر. ولو الناس مش مقتنعه الشارع مقتنع وكل القائمين على صناعه كره القدم مقتنعين بكده ما عدا المسؤولين عن لجنه الحكام او المسؤولين في اتحاد الكوره. يعني ده قرائب رؤيتك للمشهد اقاله لجنه الحكام دلوقتي قرار سريع لانقاذ الدوري. وده جرس انذار وناقوس خطر بيدق في لهدم الدوري المصري ولصناعه كره القدم في مصر. يجب اقاله لجنه الحكام. قرارات قويه لازم تتاخد دلوقتي حالا. النهارده احنا وصلنا الناس كانت بتقول ان الحكام مش بيحبوا بعض وبيهاجموا الناس اللي بره بتهاجم الناس اللي جوه. النهارده في بلاغات امام النائب العام. خرجنا بره اطار الملعب خلاص. خلاص احنا دلوقتي هل بعد ما وصلنا في النيابه وبلاغات ومحاضر رسميه وتفريغ واصوات صوت وتسجيلات الحكم هينزل يحكم ازاي؟ هحكم ازاي؟ انزل الملعب ازاي دلوقتي وانا ممكن بعد 10 دقائق بعد نهايه المباراه يطلع تفريغ صوت ليه؟
ده على فكره موضوع يعني مهم جدا، الناس لسه ما ركزتش فيه، ممكن يحصل. احنا دلوقتي انا ممكن بشرح لزميلي الحاله او بنحل الحاله، وانا دلوقتي عكسه قراره، وممكن بعد 10 دقايق يطلع هبدا بقى احسبها. تعالى بقى انت كنت بتقول ايه، تعالى اسمع، طب تعالى القرار ايه، طب انت عكس ايه، طب النادي ايه، طب مين كسب. في ثقه في الناس اللي بتدير خلاص. انا ما عدتش عارف مين سرب دلوقتي. انا عندي الراي العام منقسم. هل مش عاوز اذكر اسماء ومش عاوزين نقول، ولكن بكررها تاني، الهارد بيتنقل من الشركه للجنه الحكام. الحكام خارج الدايره دي نهائي. تمام. لو في تسريبات مش من الحكام. طيب. المسؤول عن التسريب تحقيق عاجل يظهر للراي العام يشطب حالا. ما احنا نسيب ده لجهه التحقيق بقى. اللي تثبت عليه حاله التسريب يشطب من مجال كره القدم، من سجلات الاتحاد المصري لكره القدم. سؤال قبل السؤال التحسين بس في نفس الموضوع. كابتن حسين انت قلت رايك طبعا، ورايك طبعا يحترم. طب انت قلت اقاله لجنه الحكام بالكامل، واحنا عندنا دوري بكره. طيب هل هيبقى حد فيه موجود يدير، ولا انت قلت تعيين لجنه يا كابتن؟ تعيين لجنه دلوقتي حالا. ما ده السؤال. ده المهم يعني. لجنه حكام ايه بقى؟ انت بتقول دلوقتي هنشيل لجنه الحكام بالكامل. تمام. هل انت عندك الاشخاص اللي يقدروا في الفتره ديت ينقذوا الدوري زي ما انت بتقول؟ عندنا. لو عندك قول لي اسمائهم. عندنا كفاءات. عندنا سمير عثمان، عندنا ياسر عبد الرؤوف، عندنا جاد جريشه، عندنا شريف صلاح. عندنا الناس تقدر تنقذ دلوقتي حالا. من دلوقتي حالا يستلموا الملفات. يا كابتن لو انت بتعمل صناعه كره قدم لازم لجنه متفرغه للتحكيم. كابتن تحسين، كل الاسماء اللي ذكرتها ممتازه ولهم خبرات كبيره وبنحترمهم جميعا. احنا مش بنزكي حد على حد على فكره، احنا بس بنتكلم المفروض يحصل ايه، الخطوه اللي جايه ايه، مع كامل احترامي لكل اللي موجودين. بس بعد المشهد ده كله خبير اجنبي يا كابتن نصر. كابتن احنا بنقول ده دولت يعني دولت لجنه انقاذ لفتره معينه. خبير اجنبي يا كابتن نصر. ايوه ما انا هقول لك كابتن محمد. ايوه الخبير مش هيجي بكره يا محمد. كابتن محمد الخبير مش جاي بكره. هقول لك خبير اجنبي يجي ده مش يجي لوحده. انا على مسؤوليتي خبير اجنبي بمسؤول فار. لو قدر يجي معاه مسؤول اداري. يعني اداري ايه؟ يعني يبقى مسؤول على الداتا كلها وتتنظم الداتا كلها من جديد، يعمل شغل جديد، حتى اللي موجود يتعلم منه. مش عيب كابتن يبقى رئيس لجنه حكام اجنبي، مسؤول فار اجنبي، معاهم تاني اسيست يشتغل في الناحيه الاداريه، مهم جدا جدا جدا. ثلاثه على وجه السرعه. طب. من النهارده. طب. ولما يطلع لك حد يقول لك انتوا تاني بتتكلموا في قصه الاجانب، ما الانديه هي السبب في اللي حصل ده واللي وصلنا له ده بسبب الموضوع ان في حكام اجانب او خبراء اجانب هم اللي بيديروا التحكيم، تعليقك ايه؟ سؤالك مهم جدا جدا. وهجاوب عليه بكل صراحه. لا ده البعض طلع قال لك الحكام مش مسنوده ومحدش بيقف معاها. طب الموقف اللي حصل دوت هو احنا الاعلام سبب فيه؟ لا. الانديه سبب فيه؟ خالص. لا. الانديه قبل السوبر وبقول تاني وقفت مع الحكام وقفه كبيره جدا جدا دعمته وسندت. على رسوم النادي الاهلي. النادي الاهلي كان اول نادي قال انا مع حكام مصر. انما لما النهارده احصل في اول اسبوع يحصل الكارثه دي، انا النهارده انا ليا ذنب يا نادي؟ انا مش ذنب، ولكن بقول ايه؟ البعض اللي قال ان الانديه هي اللي عامله مشاكل التحكيم، مش هقول الكلمه الثانيه اللي اتقالت كلمه هو اخر كبيرة رئيس لجنه حكام مصر في الاتحاد. مش هقول الكلمه الثانيه. طب تعالى اقول لك على حاجه، وانت صديق ليا وعزيز اشتغلت معاك وطبعا لك كل الاحترام والتقدير. كابتن عصام عبد الفتاح. اشتغلنا مع بعض وسافرنا مع بعض كحكام وكلجنه حكام. كابتن عصام كنت اتمنى منك حضرتك وانت في القضايا اللي احنا في القضايا ديت، القضايا الكبيره اللي هي واخده كل الراي العام، تطلع تتكلم تقول رايك فيها، تقول ايه الحل فيها، بدل ما تقول الانديه. لا يا كابتن عصام، انت النهارده في معسكر حكام النخبه، عايز اقول لك انت ما كانش عندك ادوات تشتغل بيها يا عصام. ما كانش عندك ادوات تطور بيها ده الحكام وانت كنت موجود. كان عندك يومين، اولا في فوق ما تشتغلش ملعب، تعالى اوريك التطوير. لو عندنا لو عندنا تطوير اقول لك التطوير بتعمل ازاي يا كابتن محمد. كابتن عصام ارجوك سيبك من الانديه، ما تركزش مع الانديه، الانديه ليها مجالس اداره والانديه ليها اتحاد كره هو اللي يتكلم مش انت. ولكن انت نستفيد منك في تطوير اداء التحكيم. اتكلمنا في المشكله تتعالج ازاي. كان نفسي يا عصام تتكلم في المشكله، ما نروحش بقى للانديه ونقول الانديه سبب ونحط شماعتنا على الانديه. اللي حصل النهارده الانديه ليس ليها دخل، الاعلام ليس له دخل، عشان الناس تبقى واضحه. اللي حصل النهارده حاله عملت تسريب، عملت مشكله الحكام، مش شايلهم الليله، ولكن انا النهارده بكره استحالة. بكره في دوري
ننقذ بكره ازاي؟ بكره ده موضوع احنا حليناه وقلنا في قلنا ولكن انا بتكلم على من يتكلم عن التطوير. لابد انك انت النهارده تساعد حكامك على ان هم يطوروا من ادائهم. كابتن ما اطلبش من حكمي حاجه وانا اصلا لابد ان انا اطور من نفسي الاول. لابد انا كمسؤول اطور من ادائي. النهارده بتكلم عن نفسي لحد دلوقتي كل يوم افتح قانون وذاكر، مش عيب. ليه مش عيب؟ يعني لان كل يوم في القانون في جديد. النهارده لابد انك انت كمسؤول تكون بتطور من نفسك عشان تبقى مقنع للحكام بتوعك. النهارده لما بتقف محمد سعيد مع الحكام، عارف محمد سعيد، عارف شخصيته، عارف بيقول ايه، عارف بيقولش ايه. انما النهارده بسمع كلام من هنا كلام من هنا. الدنيا لابد ان يكون فيها شغل بجد. شغل التحكيم يا جماعه مش تهريج. النهارده شغل التحكيم بروفيشنال. ما اجيش اقعد ساعتين في اللجنه واروح، ما اجيش اروح شغلي هناك وارجع اخر النهار. الكلام ده مش موجود في التحكيم. اللي عاوز يشتغل في التحكيم يا جماعه لازم يعرق ويتعب عشان يبقى لاقي نتائج. حلو قوي الموضوع ده. خليني اسال كابتن تحسين جزئيه مهمه جدا. هو ينفع يتعين منسق فني او مدير فني في لجنه الحكام وهو مش محاضر؟ كابتن، هو حتى انت لو معين مدير فني، المدير الفني ملوش علاقه بالشغل، لا توزيع ماتشات. انا ماشي، مش بتكلم على التعيينات. انا عارف ان ملوش علاقه بالامور الاداريه ولا التعيينات، انا بتكلم في نقطه فنيه. هل ينفع اطلع قرار بتعيين منسق فني او مدير فني وهو مش محاضر؟ هو فين القرار؟ اعتبر ان في قرار. تمام. ينفع ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش طبعا. لازم يكون محاضر؟ لازم يكون محاضر. عشان يبقى محاضر لازم ياخد ايه ويبقى ايه؟ حكم بس؟ لا، فيه كورسات للمحاضرين، فيه لازم تشرح للناس، يعني الناس تبقى عارفه. دورات للمحاضرين، لازم انت تبقى واخد شهادات من الاتحاد الدولي ومن الاتحاد الافريقي. لازم تبقى انت في زي ما انت خدت وانت حكم بتتدرج مثلا في حاجات معينه، دورات معينه، لازم الدورات دي كمان على مستوى المحاضرين تاخدها. طيب رخصه معاك ان انت محاضر في الاتحاد الدولي والافريقي. طب ولو تم تعيين ممكن اتكلم منسق ومش محاضر؟ طب ممكن اتكلم؟ اتفضل. بص يا كابتن محمد، البعض قال ان فيكتور جوميز خلص تحكيمه وراح بقى ماسك نائب رئيس لجنه الحكام في افريقيا وبقى رئيس لجنه الحكام في جنوب افريقيا. تمام. جيروم اتعين في لجنه الحكام في افريقيا. جيروم دامون. جيروم ده كان معايا في كورس اتحاد افريقي 2017. كان معايا موجود، لما بطل اشتغل خد كورس اتحاد افريقي. يعني الناس دي بتروح قبل ما بتروح تشتغل لابد ان هو ياخد كورسات في الاتحاد الافريقي. ايضا جنوب افريقيا اللي هو فيكتور جوميز حضر كورس في الاتحاد الدولي، اعلى كورس خده قبل ما يمسك في لجنته. انا شفته في اسبانيا، في كان أسبانيا. هو وتامر دري. وكان هو وتامر دري، لو الصوره معانا يا ريت نطلعها. كان فيكتور جوميز، يعني انا النهارده لابد ان انا اكون مؤهل قبل ما اكون محاضر. دي مش عيب، مش عيب. وما زلنا حتى الان واحنا في السن ده احنا لازم نطور من ادائنا. ونقول ايه؟ بس العيب لا، هنا بقى صبرني نقف لحظه. انا هتكلم العيب محمد عزيزي. انا بس العيب ان الاتحاد يعين حد في المكان ده وهو مش مؤهل. انا بقول يا كابتن، البعض كان بيقول ان ضرب المثل بفيكتور جوميز. فيكتور جوميز مع فيكتور جوميز خد دراسات، خد كورسات، راح. وبعدين فيكتور جوميز النهارده بنتكلم في حكم جنوب افريقيا، ده حكم كان افضل حكم في افريقيا. مظبوط. يعني انا مش معنى اي تجربه في حته انا اخدها اطبقها، لا. بنتكلم عصام خد كورسات، سيد مراد خد كورسات، انا خدت كورسات، ابو العلا، هكذا. ما بيجيش من فراغ يا كابتن. انا ما ينفعش النهارده ابقى محاضر ومسؤول. مسؤول مع احترامي لكل الناس، كل الناس، لابد زي ما قلت لك اطور من اداء نفسي. هي العمليه يا كابتن محمد ايه؟ العمليه اصلا كابتن ناصر بمعايير. العمليه ان انا بحاضر حكام دوليين بيروحوا الاتحاد الافريقي بيسمعوا كلام. ما ينفعوش يسمعوا كلام في الاتحاد الافريقي وانا هنا عندي في مصر اقول كلام عكس ما هم بياخدوه في الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي. هو ينفع يا كابتن محمد هو ينفع لجنه حكام من غير رئيس؟ تقدر تقول لحضرتك الحكام بياخدوا تعليمات من مين؟ انت الكلام ده انا قلت له الاول تحسين. انا قلت لك في الاول محمد فاروق راح للاستاذ جمال قال له ايه؟ قال له حط لي تشكيل لجنه الحكام والاعضاء معايا. ما قدمش سالته ليه يا كابتن ناصر؟ انا طلبك نعم؟ مرفوض. طلبك طلبي مرفوض، قدم سالته وامشي. نعم. لو انت طلبي مرفوض. يعني انت عاوز محمد فاروق قدم سالته وامشي؟ امال يعمل ايه؟ طيب يعني يعني حضرتك دلوقتي انا قدمت طلبات اهي وما تحققتش الطلبات دي على الترابيزه، هشتغل؟ قبلت اشتغل؟ اتحمل النتيجه. النتيجه اللي احنا وصلنا لها دلوقتي. تقدر تقول لحضرتك دلوقتي الحكام بتاخد تعليماتها من مين؟ حكامنا تقدر تقول لي الحكام طلعت في الاعلام ازاي؟ تقدر تقول لي الحكام طلعت في الاعلام ازاي وعندهم بطوله مجمعه؟ تقدر تقول لي اعضاء اللجنه بيطلعوا كل يوم هنا وهنا ليه؟ غلط. فين اتحاد الكوره يا كابتن؟ مفيش بطوله رحناها. مفيش بطوله رحناها. وتقدر تنزل صوره ليك على الفيسبوك. الموضوع ده رحناه الاسبوع اللي فات فعلا. صوره ممنوع لك انت صورة. لا في اختبار ولا في اتوبيس ولا في غرفه ولا في اي مكان، ولا في ملعب ولا في اي مكان. ده طرف ما تنزلهاش. ممنوع. ممنوع تنزل صورتك وانت في البطوله. انت حضرت بطولات كتيره يا تحسين؟ ايوه طبعا.
حضرت مع الكاف وحضرت مع الاتحاد الدولي، كان ايه اللي بيحصل في ما فيش، كله قافل على نفسه ومركز في البطوله وفقط. بالظبط، ممنوع لا تصريح ولا بقول لك صوره مش تطلع تتكلم في تلفزيون. طب لو حصل انك انت طلعت صوره ايه اللي يحصل؟ تتوقف تمشي من البطوله، تمشي من البطوله وتروح. الف سلام، شكرا. بالظبط، انت راجل مش مركز معانا، انت مركز في حاجه ثانيه مش مركز في البطوله. طيب عندك فكره مين اللي بيعمل تعيينات الدوري دلوقتي؟ محدش يعرف، محدش يعرف، ما حدش يعرف. مين رئيس اللجنه؟ حضرتك تقدر تقول لي مين رئيس اللجنه؟ انا شايف الثلاثه بيديروا لجنه. كابتن مهودي مش ينفع الثلاثه، هو لما راح قال لهم ايه؟ لو اختلفنا محمد بيقول له طيب حطني انا كمسؤول بحيث ان انا اشتغل. قالوا لا انتوا الثلاثه ديروا. طيب ديروا ازاي؟ لجنه حكام مصر ثلاثه بيديروها عشان وقتنا بيخلص. كلمه سريعه، كلمه سريعه زي ما قال تحسين، انا من وجهه نظري كابتن النهارده عندنا ازمه كبيره جدا جدا. اولا ثقه الحكام مفقوده نتيجه اللي حصل. تمام، وهنا لابد ان يكون في قناعات للحكام، تشكيل لجنه حكام جديده تماما 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 مع احترامي كل اللي موجود، وفيها عندنا ناس كتيره تقدر تمشي الفتره دي لحين التعاقد مع خبير اجنبي على مستوى عالي شخصيا وفنيا ومعاه فريق عمل يشتغل. ده مهم جدا في الفتره دي. شكرا كابتن نصر. كابتن تحسين سريعا بس كلام، لازم لجنه حكام تتعين دلوقتي حالا ولائحيا، ما فيش حد يقول لائحيا ممنوع، بدليل ان انت جبت مديرين فنيين للمنتخب وتعاقدت على مدد اطول من مده مجلس الاداره بعد ما خدت الموافقات عليها. فمن دلوقتي حالا لازم عشان تنقذ الدوري الممتاز تعين لجنه حكام. تاكيد. شكرا جزيلا كابتن تحسين، شكرا جزيلا كابتن نصر عباس. يمكن حاولنا قدر الامكان نقرب الصوره للمشاهد اللي قاعد في البيت عايز يعرف هو ايه اللي بيحصل، تقنيه الفار بتشتغل ازاي، هل ممكن يبقى في متاح انك يكون معاك ادوات جوه الغرفه تسجل بيها ولا لا، التسجيلات دي بتطلع ازاي، الايفاب دوره ايه، الاتحاد موقفه ايه، اللجنه بتشتغل ازاي، هل كل الازمات دي سببها مين؟ احنا هنا دورنا نوصل للحقيقه ونعرف كل الساده المشاهدين المشهد التنظيمي ده للكره المصريه ولجنه الحكام، مين المسؤول عنها، مين المتسبب في المشهد ده، وكمان الحاله التحكيميه الجدليه اللي حصلت في مباراه الزمالك والبنك الاهلي نتيجتها ايه بعد اللي حصل في المحادثه، اذا كانت صحيحه، طب لو كانت خاطئه مين هيتسبب او مين هيتحاسب على اللي حصل ده. دورنا هنا نوصل للحقيقة، لأن هدفنا أن المنظومة دي تشتغل بنزاهة بشفافية، وقلنا أدلة بما يحدث في البريمير ليج في الدوري الإنجليزي. وفي النهاية موقف الأهلي كان واضح من أول يوم، الدعم للحكام وللمنظومة، ولكن أول ما شاف الخطأ قال لك لا احنا اتكلمنا وطلبنا. فدلوقتي هيبقى في استعجال لتنفيذ هذه المطالب من أجل هذه المنظومة أن هي تنجح لكل الأندية مش لنادي واحد بس. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله مستمرين في هذا الملف بشكل أسبوعي وبشكل دوري لمناقشة ملفات التحكيم من خلال فقرة الفار في برنامج الترند. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.